استهدفت صواريخ روسية قرى حول مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا ودمرت مستودعات ذخيرة للأسلحة. وقالت وزارة الدفاع الروسية للقصف هدف عسكري مشروع بحسب وصفها، في حين أفاد مسؤول أوكراني بإصابة 6 أشخاص في القصف. يأتي ذلك في وقت قال فيه حاكم إقليمي إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم روسي وسط مدينة كراماتوروسك شرق أوكرانيا. يستمر القصف الروسي على أوكرانيا، تستهدف صواريخها كل الأنحاء وتهدد بالمزيد، يقول المتحدث باسم القوات المسلحة لأوكرانيا. انفجارات وسط مدينة كراماتورسك شرقي البلاد، ضحايا الحرائق هنا في مبنى سكني. ما تسميه موسكو أهدافا عسكرية تعتبره أوكرانيا أهدافا بديلة من العاصمة كييف شرقا وجنوبا، أحدها كراماتورسك أهم المحاور يضيف مسؤولون أوكرانيون. جنوبا تقصف موسكو ب7 صواريخ مدينة أوديسا الساحلية، تدمر مستودعات ذخيرة للأسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول غربية. يصاب جراء القصف مزيد من المدنيين بينهم طفل، وتتدمر على الأقل 3 منازل. رغم ذلك تسميه روسيا هدفا عسكريا مشروعا. بحرا ترد كييف، تعلن أنها تحضر ضربة موجعة لروسيا في البحر الأسود. يقول نائب وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده تستعد لتدمير أسطول البحرية الروسية بأسلحة غربية، يؤكد أن أوكرانيا كانت تنتظر استلام أسلحة بعيدة المدى لشن الهجوم. استهداف الأسطول الروسي أمر لا مفر منه لضمان أمن الشعب، يوضح المسؤول الأوكراني. بين صواريخ روسيا وتهديدات أوكرانيا، تفيد تقارير استخباراتية بريطانية أن هدف روسيا الاستيلاء على كامل منطقة دونيتسك، لكن الروس يواجهون معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس والتصدي لهجمات مضادة أوكرانية في قطاع خرسون الجنوبي الغربي، تضيف التقارير. قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو للعربي إن الاتحاد الأوروبي ليس بصدد تخفيف أي من الإجراءات والعقوبات التي تبناها ضد روسيا. وأوضح ستانو أن بروكسل لا تزال في طور بحث الإجراءات الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والهادفة إلى سد الثغرات في الإجراءات المتبعة لتطبيع العقوبات، مشيرا إلى أن أي تعديلات وتحسينات ستستهدف أي ثغرة في الإجراءات الحالية. يأتي هذا بعد أن كانت أو كشفت مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي عن رفع تجميد بعض أموال البنوك الروسية في البلدان الأعضاء. وأظهرت المسودة أن الاقتراح يشير إلى تعديل العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بأموال المصارف المجمدة بغرض تخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلينا من كييف محمد الزاوي ومن بروكسل نبيل أبي صعب. أهلا بكما، وأبدأ معك من كييف محمد الزاوي الآن. والقصف الذي استهدف أوديسا، هل يمكن هنا الحديث عن أن نوعا ما ستبدأ العمليات، يعني وهو مؤشر على بدء عمليات عسكرية روسية تجاه أوديسا، أم هو فقط كالمعتاد هي تقصف ما تقول بأنه مستودعات ذخيرة وأسلحة؟ رولا، في الحقيقة لحد الساعة ما زالت أوديسا محل استهداف فقط، لأن المعارك تبقى متمركزة فقط في المنطقة الجنوبية بمحور ميكولايف خيرسون، وفي المنطقة الشرقية سواء في خاركيف وكذلك في إقليم الدنباس بمقاطعة دونيسك. أما أوديسا منذ الأسابيع الأولى لهذه الحرب وعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية تواجه فقط عمليات القصف، يبدو أنها مدينة محصنة من الهجمات المباشرة أو البرية أو البحرية للجيش الروسي، للجيش ضد الجيش الروسي وفق ما يقول المسؤولون الأوكرانيون. حائط الصد في وجه أوديسا تبقى مدينة ميكولايف من الجنوب، والتي توقف تقدم القوات الروسية باتجاه هذه المدينة الاستراتيجية. أما في المناطق الأخرى
فالصراع يبدو أنه قد دخل الآن مرحلة جديدة وفق ما تقول التقارير العسكرية الأوكرانية، بعد ربما مرحلة من الهدوء التي ميزت تحرك الجيش الروسي خلال الساعات القليلة الماضية، ووفق البيان المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يقول بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في اتجاهين رئيسيين في مقاطعة دونيتسك، وهما اتجاه سيفيرسك وكذلك باخموت. هناك اعتراف أوكراني بتحقيق القوات الروسية خلال الساعات الماضية لنجاح جزئي في عملية التقدم نحو مدينة باخموت، وهي واحدة من المدن الرئيسية التي يركز عليها الجيش الروسي. عمليات القصف اليوم تجددت في إقليم الدنباس على مدينتين رئيسيتين كراماتورسك، كما ذكرت هناك قتيل واحد وعدد من الجرحى وفق ما قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، وكذلك مدينة سلافيانسك أيضا تعرضت فيها أحياء مدنية لعمليات قصف باستخدام صواريخ وفق ما قال رئيس بلديتها، الذي ذكر بأن هناك دمار في البنى التحتية وفي المباني السكنية للمواطنين، دون أن يشير إلى عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا القصف. أما في الجنوب رولا، ما زالت خرسون هي محل استهداف عكسي من قبل القوات الأوكرانية لمواقع تواجد الجيش الروسي وترسانته العسكرية في هذه المنطقة. الجانب الأوكراني يقول أنه مرة أخرى استهدف مستودعات للأسلحة والذخيرة في هذه المنطقة تابعة للجيش الروسي. لنرى على الجانب الآخر من بروكسل ونبيل أبي صعب، يعني أرجو أن توصف لنا ما نسمعه خلال اليوم والحديث من المفوضية الأوروبية. بداية، ما تم الحديث عن أنه رفع التجميل عن بعض أموال المصارف الروسية، ليأتي تصريح المتحدث باسم المفوضية وينفي ذلك ويقول لا يوجد أي نية لتخفيف هذه العقوبات. هل ما يجري هو لغط تسريب لم يحن وقته، أم ربما يعكس ذلك خلاف بين دول الاتحاد؟ نعم رولا، في الواقع ما أوضحه لنا بيتر ستانو في اتصال هاتفي أجريته معه قبل النشرة أن الاتحاد الأوروبي الآن يدرس إجراءات سوف تصدر تحت عنوان تحسين العقوبات وزيادة فعاليتها، وبالتالي بند التحسين سألته عن هذا التفصيل، ماذا سيعني تحسين العقوبات أو تطبيق العقوبات؟ قال إن العقوبات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي بشكل دائم تتم مراجعتها بعد أشهر قليلة من تبنيها، وسيتم إجراء بعض التحسينات لم يكشفها، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنها لا تهدف إلى تخفيف حدة العقوبات، بل لإتاحة الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي وكل من يعني يستورد الحبوب والمواد الغذائية بأن يتجنب العقوبات أو أن لا تصيب العقوبات قطاع الغذاء وموارد الغذاء في الأسواق العالمية. وأوضح أيضا ستانو أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد كبير من المصارف الروسية، ولكنها ليست كل المصارف الروسية، وبالتالي هذه التحسينات سوف تساهم في إيضاح موقف الاتحاد الأوروبي للدول التي تستورد الحبوب أو المواد الغذائية والأسمدة من روسيا بأن هناك طرق أخرى أو مصارف روسية أخرى غير مشمولة بالعقوبات يمكن أن تستخدم لتسديد أثمان الأغذية المستوردة من روسيا من جانب دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه مسألة تندرج أيضا ضمن حرب البروباغندا الدائرة بين روسيا والغرب، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعني يستخدم الكثير من الجهد الدبلوماسي لإيضاح هذه النقطة للدول الأخرى، الدول الأفريقية على وجه التحديد مثلا، بأنه غير مسؤول عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو شح الموارد الغذائية من روسيا وأوكرانيا، بل أن المسؤولية تقع على روسيا. ومن خلال إيضاح هذه النقطة هناك إجراءات سوف يتم إيضاحها أكثر وتفصيلها أكثر لكي تكون واضحة أمام كل من يستورد الأغذية والأسمدة من روسيا أو من أوكرانيا.
تمام. هذا في شأن ما يتعلق بتحسين فعالية العقوبات وفقما أوضحه لنا ستانو قبل قليل. شكرا لك من بروكسل المراسل العربي نبيل أبي صعب، كما أشكر من كييف أيضا محمد زاوية.